جمعتنا الصدفة وصرنا من امبارح ما عم بيرد علي. ايه معلم بكون تعبان، تركي. بس انا بالي مشغول كثير عليه، بركي صاير معه شيء. لا ينشغل بالك، اذا صاير معه شيء انت اول حد رح يدران، خبر السائق بيوصل اسرع من الصوت. طيب ليش ما عم بيرد؟ يا ربي خوفتيني، ايه بكون حاسس بالذنب، مو معقول بعد ما فقس فيديو كليب تبع ميديا، كيف بده يقدر يحط عينه بعين الصبايا؟ ليش انا قدران احط عيني بعينه؟ هاي لوشا، شوبينج ما شوبينج؟ بتروحي على المول بدوني؟ خلينا من سالفة الشوبينج، اسمعوني في موضوع ضروري 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 وحساس جدا ابى رايكم فيه. شوفي صراحة انا شاكة في رافي. عم بيخونك؟ لا. طلع متزوج صح؟ بعد لا. ليش اضحك مصاريكي؟ لا. ايه لكن شو؟ شاكة انه بخيل. جد لا تضحكيني، صح انه هلا لعرفتي جد الله يطعمك الحج والناس راجعة. للوشة شو اللي خلاك تحسي انه طلع بخيل؟ انزين اصبروا الحين بقولكم كيف شكيت. اوه ولك انا طلبت فنجان قهوة، فنجان قهوة واحد خلي يكون حقه 5 دراهم، يا ستي 7 دراهم بس مو أكتر. رافي أقول شيء، عطيني الفاتورة ولا تشلهم أنت. لك يا حبيبتي مو القصد، أنا جاي لهون خيرات الله، بس فعلاً أنا تفاجأت بسعر الشاي والقهوة. قد إيه مكلفهم فنجان القهوة؟ كيلو بن؟ يا ستي مو مكلفهم معلقة. كاسة الشاي اللي شربتيها إن شاء الله صحة وأنا على قلبك، قد إيه مكلفتهم؟ ظرف شاي ومي مغليه، وهم ما بيغلوا المي بحطوها برا هي لحالها بتغلي. بعدين يا حبيبتي انت مو مكلفتيهم سكر، شربتيها بلا سكر. ليان صارحيني اسال، انت طلبتي شيء وقت انا رحت على الحمام؟ قولي لي ما بزعل. اي مو معقول، اي مو معقول الزحمه بنوب. يا رافي انا اقدر اسالك سؤال؟ انت اللي بتسالي، اذا انت ما سالتي مين بده يسال يا عرق عيني. الحين الصراحه في شيء غريب قاعد يصير. ايه؟ يعني انت ليش كل شويه تحط ان؟ ما غريب الا الشيطان، قصدك عم فضي مشان ما استهلك بنزين، في ناس مو لاقيه تاكل. هي والله الحق وياك، مو معقول مو معقول، اول تاني تاني اول هيك المحرك بيفطس بيفطس. ما عليه شغل الميوزك خلنا نسمع شوي. لا ما بقدر شغله لانه البطاريه بتفوت بالحيط، ما بقدر. شو دخل البطاريه في الميوزك الحين؟ البطاريه بتستهلك وقت انا شغل الراديو، بتستهلك البطاريه بتتاكل. الله يسهل لك يا ابوي سمع الباش، هيك قال لي، هذا ميكانيكي انا بعرفه. يعني حتى والسياره مشغله؟ حتى والسياره مشغله. مرحبا. ناريمان رافي، رافي ناريمان. اهلا وسهلا. اهلا كيفك شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. ليان عاوزك تديها لو سمحت. عن إذنك؟ إذنك معك. لك شو القصة؟ ما اتفقنا نفطر اليوم سوا؟ هي أنا بعدني للحين ما تريقت. طب هي رفيقتك شو جابها؟ أنا حاسب حسابي وحسابك، كل وسانتين تنتين، وحدة إلي وحدة إليك، شو الحال؟ اسمح لي أقول لك، أنا سابق على السيارة آكل كل وسانة تبعي، لا تتأخري، ما فيني أقعد 5 دقايق بلا قندشي، لا تأخري ها؟ عن إذنك.
مشان الله ما تواخذيني، كل عمري عايش لحالي، تاكلي؟ لا عادي مو مشكلة. تاكلي؟ مسكيها، لحظة وبرجع لك. جبت لك وحدي. سمي بالله، سمي بالله، سمي بالله، يلا. ما تاكلي؟ لا اسمحي لي لولو، هذا مو بس بخيل، هذا واحد كحته مأنشح. بس انا بعدني مو متاكده. كمان كمان مالك متاكده؟ يعني هاي تم شكوك. للوشة انتي انت رح تشوفي باكر بنتغدى ويا بعض. ومين عازم الثاني؟ مفروض هو. معناها بكره رح تاكدي بنفسك انه رح يطلع ملاكم. ملاكم؟ بس هو ما يلعب رياضة. ميدو يا ميديا، ميدو قومي بسرعة، قومي صحصحي صحصحي صحصحتي؟ شوفي صحصحت ميدو. مسكي أعصابك. ما سكتوا رح تجيبي لي شغل نصفي من الصبح. شوفي قومي بسرعة جهزي حالك، لأنه شو؟ لأنه رجاء بده يشوفك. ولي هو بده يشوفني؟ ايه يلا قومي من التخت. ما بدي مالي رايحة، أكيد بده يشوفني ليبهدلني. حبيبتي أولاً أنت مش السبب، حسام هو السبب. ثانياً أنتوا الاثنين تربطوا الشغل مع بعض. حتى لو مالي رايحة. بعدين ايش ليتصل فيكي؟ آه يعني لو القصة ما فيها بهدلة بجد ما كان اتصل فيكي. مبينة حياتي. اتصل فيه لأنه تليفوني كنت مسكرتيه. آه يلا معك ربع ساعة تجهزي حالك، ناطرتك تحت. اوف لك ليش ما عم ترد؟ الحين انت ما قلتي لي ان البارحه طرشت مسج وقالت انه بخير؟ ايه بلا، بس هي امبارحه يرد علي عم دق له. يعني تعرفين يمكن قاعد يحضر لك سربرايز جديده. اهم شغله محضر لي سربرايز، اساسا انا صرت اكره السربرايزات. نور؟ نعم. تعرفين ان انا وايد خايفه؟ حبيبتي ليكني ماشي عقل من مهلي وتليفونه ما عم بحكي، شو في اكثر من هيك؟ يا ربي مو منج. لكن من مين؟ انا وايد خايفه من سميحه. سميحه؟ سميحه بنت طيوبه كثير، ليش لا تخافي منها؟ لا انا مو بخايفه منها شخصيا، يعني ما اعرف شو بتسوي، خايفه من اللي بتسويه. ايه لانه بتنضربي المندل انت. خلصنا انا، اتركيني فوتي. لك يا ميديا تعي لهون. يا الله يا نانا، خلص روحي لحالك. شو فيكي انت؟ خلص مشي. طيب يلا فوتي. يا ميديا تعي لهون. لك ليش هيك عم تعملي؟ شو بدك خلص؟ شو رح ياكلك يعني؟ بونجور مسيو روجي. اهلا اهلا، سلامات. يا هلا على الصبايا. اهلين وسهلين. اهلين، تفضلوا تفضلوا. اهلا، كيفك انسي ميديا؟ الحمد لله. شو خير؟ في شيء؟ لا. ليش هيك صوتك؟ ما في شيء. طيب قبل ما اسالكم شو بتحبوا تشربوا، عندي سؤال لك. صدقني ما بعرف، عن جد ما بعرف. اساسا لو بعرف انه قصته فائسه ما كنت رضيت اشتغل معه موديل. انت بتعرف بس قديش حطيت على ثياب الحورية؟ بعدين انت ما لازم تزعل، انا كمان خسرت الشغل بسببه. عن شو عم تحكي؟ عن الفيديو كليب. ايه يضرب حسامه الفيديو كليب تبعه. يا انسي ميديا، مين جاب سيرة الكليب؟ اصلا انا بدي اتشكرك،
لانك خليتيني اتركه لهذا رونا مارونا. الشغل معه اصلا ما عجبني. انا وياكي مكاننا مو هون، انا وياكي مكاننا بعالم اخر، عالم مليء بالفن. شو رايك انسي نارا؟ نانا. يلا نارا نانا خلصينا يلا. ايه مزبوط وميت مزبوط. يعني انت مو زعلان مننا؟ لا 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 فكورس ماني زعلان، لكن انا ليش تعذبت ودرست 4 سنين برا وتخصصت 2 سنين بالاخراج السينمائي مشان اجي اعمل دعايه شوكولا قهوه هي جوانح ما جوانح وبيتزا؟ طبعا لا، نحن احلامنا اكبر من هيك بكثير كثير. انا وياك لازم نعمل دويتو دويتو بعالم الفن، بس انت حطي ايدك بايدي. اوكي استاذ رجاء. نعم. امزح معك. يا ترى شو بيكون عم يعمل قدري هلا؟ ستي يعمل اللي بده، يا الله يهني كل سعيد بسعيدته، المهم نحن خلصنا. ايه والله. وهلا شو الخطه؟ الخطه انا بعت السي في تبعك والسي في تبعي على شركه بيشتغل فيها رفيقي. وان شاء الله وعدني خير. يا رب يا رب يا رب يا رب يا سائر نقدر نشتغل انا وياك مره ثانيه سوا. ايه بس هالمره لازم ما يبين علينا. ها والله اذا بتقدر تخبي اللي بعيونك ابدا لو تقصر. فاضحيني ما كثير مو شوي. طيب شو بدي اعمل اذا انت مطيرتي لي عالي؟ عن جد سائر؟ يعني ايه اكيد عن جد، وبكره الايام تثبت لك اذا عن جد ولا لا. anyways اليوم رح نقضي سوا ولا لا؟ لا ما في. بس حبيبتي انا اليوم خطط نحضر موفي. يا الله سائر، انت دائما بتجي تطلب مني طلبات بالوقت اللي ما انه مناسب. انا اليوم عندي موعد كثير ضروري وكثير انساني وما بقدر ابدا خل عنه. ممكن اعرف شو هو الموضوع الانساني ما بتقدري تتخلي اليوم عنه؟ ممكن اقول لك بعدين بس ليخلص؟ فيكي تحكي لي بعدين بس ليخلص؟ ديمون زين ميديا، حابب اسالك، انت شاطره الشيء بشغل البيت؟ ميديا مش بس بيت شطوره، ميديا ست بيت من الطراز الاول هيك. شبك نانا؟ بصراحة أنا مالي شاطرة أبداً بشغل البيت، نبر نبر. يا حرام يا حرام، خسارة، كنت عم فكر بشي هيك. يبدو القصة مو ظابطة. روق روق مسيو رجي، أنت ما تاخذ قرار بهالسرعة، أنت شوف نهفيت على ميديا بالفيلا. إيه شو عن جد نهفيت؟ خبريه خبريه. مرة واحدة بحياتي جربت أكوي، قام حرقت البلوزة اللي كنت عم بكويها، وطاولت الكوي، وطق الفيش تبع المكواية. مسيو رجي مسيو رجي، بتتذكري وقت قلتوا لي اجلي؟ قالوا لي البنات تعي اجلي انت، قام شو صار يا لطيف؟ فرت مره كسرت لهم 7 صحون و10 زبادي وطاف المطبخ بعدها. حلوه كانت ما؟ تعقب. هلا مين جاب سيره الكوي والجلي والشطف ومدري شو؟ انا عم اسالك على الطبخ، على الطبخ. كيفك بالطبخ؟ لا ميديا هيك 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 بالطبخ، شرقي غربي حلو اللي بدك اياه. نانا ممكن افهم انت شو صار لك؟ انت بتعرفيني انه انا بحب وسام ووسام بيحبني ومستحيل ارتبط بشخص ثاني، شو صار لك رح تتحشيني بانفه للزلمه دحش؟ من الاخر مسيو استاذ روجي، انا بيضتين ما بعرف اقلي، مره قررت اسلق بطاطا قام انفجر المطبخ. ما قلت لك ما ظابطه؟ يا جدبه شو هو جاي ياخذ بك هون؟ ولك هو عم بحضر لبروجرام كثير كبير اسمه ستار شيف وانت تكون الشيف فيه. ميسيو روجي انا استاذه بالطبخ، شرقي غربي حلويات، لك حتى مكدوس تبع ستي وديع الله يرحمها بعرف اعمله. حلو، برافو كثير برافو كثير. يلا نجهز حالنا لكان بالاذن على الحمام. هاي للوشتي. هاي. يلا جاهزه؟ صراحه انا فكر نلغي الموعد. شو ها بتلغي الموعد؟ لا ما بتلغي، لغيت كل مواعيدي مشان هذا الموعد. والله احس ما لها داعي سموحه، خلينا نلغي، يعني شو في هذا طلع بخيل؟ هذا مو بخيل، هذا اكثر من بخيل، لك هذا واحد مريض بالبخل. يعني منو بيقرر هذا الشيء؟ انا اللي بقرر، انا السميحه. يلا يا الله والله ما بعرف. عشان تقفل نانا؟ بس يعني عذرا للمقاطعه. نعم. نحن شو جابنا لهون؟ شو السؤال هيدا ميديا؟ معقول يعني انت ما بدك تصيري اهم شيف طبخ؟ ايه طبعا. ايه طيب. ليكي مثلا لازم تعرفي هيدا البقدونس شو الفرق بين هيدا وبين هيدا. هيدا البقدونس ورقته جدا نيامي وصغيره، خرج ينحط هيك يعني منظر مثل بتحطيه على اللبنه مثلا. اوكي. بينما هيدا اللي ورقته كبيره خرجت قصيره بتستعمليه بالطبخ بيعطي طعمه جدا جدا حلو. اوكي. ايه يعني كل شغله بتفرق يعني، عرفتي؟ وكل شغله لها طعمتها. اوكي. مثلا ليكي هون تمام تمام، ليكي هيدي البازيلا. اوكي. شفتيها؟ ايه شفتها. شفتك شو حلوه هيدي، لك منظرها، هيدي بازيلا عريضه. يعني كبيرة. بينما هيدي بازيلا رفيعة وصغيرة. بالله شو؟ ايه
بس على علمي يعني نانا هاي مو بازيلا، هذا حد. خليني ذوقها. لك ايه بعرف، شفت ما الله ضربه عملتها فيك. يلا تعال. هذا هو المطعم، مطعم بيطير العقل. ولا الاكل تبعه بدك تدوق السلطات. طيبين السلطات يا ماما؟ شو طيبين. يا سلام، شو بحب السلطات. يلا دقيقه وراجع لكم بس لشوف طاوله. الله معك، مع السلامه. لك شو قصتك رفيقتك؟ بدها مؤاخذه، ان شاء الله بدها تغدى معنا. ما تفهميني غلط، بس انا مالي حسب حسابي. يعني انا صراحه ما عزمتها، بس ما عرف. تكون صلبجيه ومالك عرفاني. انا بكره. مو معقول، انتم مو معقول حسكم شو حلو. لقيت طاوله وحده بنص المحل، اطلالت على الطاوله حلوه خرافيه. يلا تعال. يلا. كريم رد. رد انت يا نور، الله يكرمك. الله التعى قلبي. رفض اللي فات جاب الارتكارية. ردي. الو نور، معك، كيف بقدر ساعدك؟ الو حسام. ايه حبيبي، حياتي انا عم دق لقلك اني فشلت طوني بكل شيء. حبيبي لا تقول هيك. بلا حياتي فشلت وكترت كمان. كنت مفكر انه حقدر اوصل هون، او انه رح اقدر اعمل شيء او صير شيء شغله عظيمه. بس انت فعلا مطرب مهم وشغله كثير عظيمه. لا حبيبي لا، ما بدنا نضحك على بعض، انا مش هيك. الفن بده مصاري وانا ما معي مصاري، لهيك بعمري ما رح اقدر اوصل. مية مية، الراجل ده بيقول كلام مية مية. شفت كريم شو عم بقول؟ حبيبي كريم مو قصده. بدي اقول لك شغله، نحن مو زمنا إذا الدنيا عكستنا. أنت فنان، صوتك بجنن وبياخد العقل، وموهبتك حتثبت لك هالشي. وشو نفع الموهبة إذا ما في مصاري؟ مية مية، الراجل ده بيقول كلام مية مية. نور أنا آسف حبيبتي. آسف؟ آسف على شو؟ أنا آسف لأني خزلتك. أنا هون ما رح يقدر يمشي حالي، لهيك أنا عم بحكيك من المطار. مطار؟ حسام أنت شو عم بتقول؟ طيارتي بعد نص ساعة. سامحيني بليز، سامحيني. ألو ألو نور، حياتي عن جد سامحيني، خليني أقدر فل ولنه شوية ضميري مرتاح. ما ظنش يا حس. ألو أقول للعظيم. ليش ما عم بترد هاي؟ نانا. ألو ألو، أي نانا؟ شو وين أنتِ؟ أنا بهايبر باندا مع ميديا. طيب ميديا ليش ما عم ترد على موبايلها؟ إيه ميديا مانا فاضية، عم تشتري سمك. سمك؟ ليكي نانا، قولي لها تترك كل شيء من إيدها وتعوا لعندي، بدي ياكل موضوع كتير ضروري. طيب أوكي أوكي، يلا هلأ بقلها. باي باي. ميديا أسرع أسرع، لأنه هلأ نور دقت له بدينا هلأ 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 نروح لعندها. إيه ماشي. يلا. بليز. بدي واحد كوردون بلو، جاج مو لحمة، وبدي صحن بطاطا دوبل لو سمحتي، وبدي إذا بتريدي مشروم سوب، وجيبي لي كمان سلطات. شو مشان صرف الشيف؟ طيب شو بتحبوا تاكلوا؟ ثلاثة سلطات، وبدي واحد بدون جزر لأنه بتحسس منه كتير، وجيبي لي مازات عربية، سمبوسك بلحمة بجبنة بزيتون يا لونجي. يعني بدي الطاولة تكون متروسة لأن نحن كتير جوعانين. مو جوعانين كتير؟ طيب ومشان المشروب شو بتحبوا تشربوا؟ اوكي خلص، بدنا بيبسي دايت لو سمحتي ثلاثة. ثانك يو لأن الأوزان ما شاء الله. ثانك يو لك. ايه كيف لقيتوا لي المطعم؟ شو رأيكم؟ يا لطيف، شو رح ننبسط؟ وايد حلو. بس الأكل وايد أكتر بكتير من المحل، ولا شو رأيك أستاذ رافي؟ لا أنا مالي معكم بصراحة، أنا منغوص ما بعرف شو صاير، يمكن من المكيف. أنا أيمن الحمام عن إذنكم. سلامات، شو بلاك؟ ما بعرف. يا حرام، يعني أنا بعرف شغلة. شو استوالج؟ كيف فجأة انفجعتي؟ فضحتيني. ضرورات أمنية. يعني هذا الأكل منو بياكله كله؟ مين قال لك إني أنا طلبت الأكل للأكله؟ وينحك شو؟ للي ببالي. وبس يصير اللي ببالي للسميحة بتعرفي ليش. Thank you.
هيك بدك تتركني وتمشي؟ نور؟ ايه نور، نوري اللي بتحبك، نوري اللي ما فيها تعيش بدونك، نوري اللي بتعشق صوتك. مش انا صوتي حلو؟ حسام معقول انت؟ يعني احلى شي فيك صوتك، كل الناس بتعشق صوتك. وميديا؟ ميديا؟ شبه ميديا؟ تركت شغل كرمالي؟ اه ليك يا ميديا. حسام انا اجيت اتشكرك لانه بفضلك اجتني احسن فرصة، منيح ما ضليت بهاي الاعلانات اللي كنت قابر حالي فيهم. يعني مش زعلانين مني؟ طبعا لا، مستحيل نزعل منك. نحن بنزعل منك اذا بتقبل انه حدا غيري يكتب لك الفيديو كليب او كلمات الغنية. بس انا فقدت الامل صراحة. شوف انا بحياتي تعبت كتير وتعذبت كتير، كنت انجح مرة وافشل مرات، بس مع هيك ضل عندي امل. كل يوم في امل، في امل جديد يمكن يتحقق، يمكن مو اكيد. واو شو حلوين يكونوا كلمات غنية. يعني شو؟ شو يعني شو؟ يعني على البيت لأنه طلع ريحة الأكل. اي والله أنا عم بقول لحال الريحة من وين؟ يلا بيبي يلا يلا, يلا. عنك عنك لك. خلص خلص امشي امشي. جري أنت هاي، تعال جري هاي. لا حبيبي أنا بحب أحمد. هذا الأكل ما شفت أطيب منه. ما قاعد يرد على تليفونه يا ربي، والله قاعد احاتي ليكون استوابه شيء. لا عنده إلا السلطه. يا ربي فكيني من الصلاه مالك، انا بسير اشوفه وين صار. ايوه خليكي اساسا رافي كلياته ماما بالحمام. شو عيل وين صار؟ رافي راح. وين راح؟ بس يعني عقب ما طلع من الحمام صار؟ لا اساسا ما فتح حمام، طلع دوري من المطعم. انتي شفتي بعينك؟ انا شفته بعيوني وهو مارق من قدامي. ويعني انتي ليش ما خبرتيني يوم شفتي؟ عشان ما انزعلت اكلك، بدي اياك تاكلي ما تنسى قابلتك. يا ربي ليش شي سوى؟ لانه بخيل وخاف من الفاتوره. يعني الحين شو؟ الزلمه هرب، بدك يعني اقول لك اكثر من هيك؟ خلص هرب. لا شكرا. ليال 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 لك ليال فاتورة رحت براسي يا بابا. بيتك تسمي حاجة تحلم تحلم خير مع العالم بتاكية بالأخير. جمعتنا الصدفة.